السلام عليكم كيف عاملين لاباس عليكم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير آه اليوم غادي نشارك معكم الزريعه آه ديال الكتان البلديه والقزبر حبوب حتى هو البلدي وكاينين المهم انا هادو اللي حدايا هادو بلديين كي كتشوفوا معايا وكاينين الروميين كاينين الروميين غير انا العطار اللي مشيت عنده آه كيجيب البلدي الاغلبيه كيجيب حاجه بلديه المهم المهم الزريعه ديال الكتان بعدا سولت لي، عليها واحد الاخت قالت لي انا هي فيهم الكبيره زعما انا هي البلديه واش البلديه هي الكبيره ولا البلديه هي الصغيره عيد نقلب على التعليق ديالها قلت لها دابا رد عليك كنقلب على التعليق ديالها مع جد تعليق في وسط التعاليق ما بقيتش عاقله والصراحه حتى الفيديو اللي حطت لي فيه السؤال ما بقيتش عاقله عليه عييت كنقلب ما وجاني عاوتاني واحد التساؤل اخر عاوتاني على الزريعه ديال الكتان نفس السؤال وقلت ندير عليه فيديو المهم نعرفكم على الزريعه ديال الكتان البلديه ومن الروميه المهم انا البلديه هذا الروميه كما قلت لكم راه ما عنديش هنايا وجاني تساؤل حتى على القزبور قزبر حبوب انا هو البلدي المهم هذا اللي كتشوفوا معايا هنايا هذا هو القزبور الحبوب البلدي كيكون غليظ كيكون الحبات ديالو كبار بحال هادو اللي كتشوفوا معايا القزبور الحبوب اللي اللي رومي كيكونوا الحبات ديالو رقاق 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 بزاف هذا هو البلدي هو اللي كيكونوا الحبات الاغلبيه كيكونوا عندهم البلدي ما كيجيبوش آه ما كيجيبوش الرومي هما بزاف العطاره يمكن ما كيتمشى حيت هو كيكون الحبات ديالو رقاق وكيكون فيه يمكن هو نقى اكثر من هذا البلدي على ما اظن المهم انا البلدي ما لقيتوش عنده انا كناخذ من عنده غير هذا انا براسي بحالي بحالكم ما عارفه الصراحه واش الزريعه ديال الكتان اولا القزبر حتى هما فيهم البلدي والرومي ما كانش عندي حتى شي فكره حتى عرفتها معكم نتوما من سول من سولتوني سولت صراحه العطار اللي كنتسخر صخر عنده قال لي ايه قال راه القزبور البلدي هو اللي كيكون هذا هو اللي كيكون غليظ الحبة ديالو كيكونوا غلط اما القزبور الرومي كيكونوا الحبات ديالو رقاق وكذلك الزريعه ديال الكتان الزريعه ديال الكتان عاوتاني هي اللي كيكونوا الحبيبات ديالها كغلاط كبار انا كنقول من هنا لك الاخت اللي قالت لي واش زريعه الكتان اللي كتكون كبيره هي البلديه نعم اختي راه الزريعه الكتان البلديه هي اللي كيكونوا الحبات ديالها كبيبرين بحال هكا كي كتشوفوهم هنا اما الزريعه ديال الكتان الروميه كيكونوا الحبات ديالها رقاقين رقاق صغيورين وكون تلقيتها الصراحه كنت جبتها ما جبتهاش باش نوريكم زعما الفرق ولكن هو راه باين قلي العطر راه باين الزريعه ديال الكتان كتكون البلديه راه كتكون بحال هكا غليظه حبات ديال غلاد القزبور كذلك وما نساوش المنافع ديال زريعه الكتان ضروري تبقاو تدخلوها في الاكل ديالكم وتطحنوا زعما ماشي تطحنوها وتخليوها حيت كيقولوا كتاكسد المهم المهم تضربت الاراء على هاد القضيه ديال كتاكسد ما كتاكسدش ولكن آه انا كنمشي صراحة مشيت على خير الامور اوسطها الحاجه ملي كينوض عليها نقاش كندير منها من ناقص ما نخسر حتى شي حاجه الا شديناها وطحناها في البلاصه ودرناها حسن صافي وكنتفاداو داك كنتفاداو ديك بحال دابا واش كتاكسد ولا ما كتاكسدش حنايا انا كبعدا انا عن نفسي كان وليت كنطحنها وكنستعملها داك الوقت يعني ما كنخليهاش وبالنسبه للقزبر حبوب ما بقاش ما كنستغنى عليه الصراحه ما بقيتش كنستغنى عليه دائما كنديرو في الطياب ديالي كامل 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 في الحوت في اللحم في الدجاج في كل شيء في كل شيء كنديرو انا القزبر يابس ما كيخطانيش نهائيا هو راه فيه منافع كثيره وكي يعني على الجهاز الهضمي ككل وزريعه الكتان حتى هي كي كتعرفوا عليها راه غنيه بالاوميغا 3 يعني لا لا الاوميغا 3 وكنتمنى تدخلوها حتى هي في الاكل ديالكم انا كنديرها الصراحه في الخبز كنديرها ملي كنكون مثلا كن ملي كنصاوب املو كنزيد فيه زريعه الكتان كنطحنها وكنزيدها فيه ديك الساعه معاه باش كنستافدوا منها واي حاجه صراحه منك تطحن وكتبقى راه ما ما كيبقاش دوك الزيوت الطياره اللي كيكونوا فيها ما كيبقاوش من الاحسن الواحد يطحن الحاجه حتى القزبر حبوب هذا راه كميه بكميه كنطحن شويه وحتى كيتقادالي وعاود كنطحن واحد خور يعني ما ما كنطحنوش كله في دقه والمهم هادشي اللي بغيت نقول لكم اليوم وبغيت نجاوب على التساؤلات اللي جاوني على حساب زريعه ديال الكتان انا هي البلدية فيهم انا هي في هانتوما شوفوا اخوتي هذه هي البلديه هي اللي كيكونوا الحبيبات ديالها كبيبرين راه باينه والروميه كيكونوا الحبات ديالها رقاق رقاق بزاف وهذا القزبر حبوب حتى هو هذا هو اللي كيكونوا البلدي هو اللي كيكونوا الحبات ديالو كبار والرومي كيكونوا الحبات ديالو رقاق وان شاء الله الا لقيت الروميين هما الصراحه ماشي ماشي كلشي كيجيب داك الرومي الاغلبيه كيجيبوهم بلديين المهم كنتمنى هذا الفيديو هذا يكون المهم استفدتوا معايا شي حاجه وكنتمنىكم يعني تبقاو بصحه مزيانه و تبقاو تعتمدوا هذا الشيء في الطبخ ديالكم تدخلوا في التغذيه ديالكم راه كينفع بزاف وبزاف وزريعه وزريعه الكتان نافع حبه حلاوه كلشي كلشي داكشي وراه سبق لي درت واحد الفيديو على النافع على النافع بأنه راه النافع البلدي ما تغشوش فيه راه كيبيعو كي حيت الزريعه ديال البسباس راه بحال الزريعه بحال بحال النافع كيبيعو لكم على اساس انه نافع بلدي وانا راه درت عليه فيديو غنخلي الرابط ديالو في صندوق الوصف ان شاء الله يا ربي دخلوا تشوفوه باش تعرفوا ومهم كنتمنى لكم صحه وسلامه وخليتكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته